من ماليزيا اللي لها أصل فصل. لماذا عجزت القوى السياسية عن اتخاذ هذا الموقف الوطني؟ وفشلوا إنه يصلوا لكومن جراوند أو أرضية مشتركة. بعد قرارات 25 أكتوبر تحصلت على عدد كبير جدا من المستندات التي تؤكد أن هذه الأموال لم تذهب إلى خزينة الدولة. طبعا كان بيقولوا قبل الحرب كان يتكلموا عنها، لأنه ما قبلتوا الإطارة حيكون في حرب. لماذا لم تطالب القوى السياسية بحل ماليزيا الدعم السري؟ ما فيش، انت مين اللي بتقول لي سوداني اخر انت عندك حق؟ وكيف ستكون الصوره في مقبل الايام؟ يا اخي ما فيش لجنه سياسيه بتطلع تطلع قرارات تنزع ملكيه الناس، انت بيعطوا حق.